أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري يأتيكم مباشرة عبر قناة زير تي في. البداية بهذا الخبر، أين فتحت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي النار على الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، ووصفته بالعميل الخائن عقب تصريح ورد في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر تي اس ا، وقال فيه إن الصحراء الغربية مغربية، واتهامه لقيادة البوليزاريو بتمديد المساعدات الجزائرية الموجهة للشعب الصحراوي. وجاء في بيان اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يذكر بمواقف الأمين العام السابق للأفلان فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية التي اعتبرها معادية لمواقف الدولة الجزائرية. واعتبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بأن سعيداني عميل مغربي نجح بالتسلل إلى مراكز القيادة العليا في الدولة الجزائرية، موضحا أن جبهة البوليزاريو أكبر منه كونها حركة تحرير معترف بها وممثلة في 124 دولة في العالم وتحظى بدعم الأمم المتحدة التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. خرج الجزائريون للجمعة 35 على التوالي في مظاهرات مطالبة بالتغيير الفعلي للنظام القديم ورفض تنظيم الانتخابات الرئاسية من قبل الحكومة الحالية. وشهدت العاصمة إنزالا أمنيا مكثفا ككل جمعة مع تسجيل تراجع طفيف للحضور الأمني ببعض النقاط كشارع حسيبة بن بوعلي. ولايات الوطن هي أيضا عرفت خروج مواطنين رفع خلالها شعارات تندد بحكومة بدوي، خاصة ما تعلق بالتحضير لقانون المحروقات باعتبارها حسبهم غير شرعية. هذا وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح معتقلي الحراك ونددوا بما تعرض له الطلبة والصحافة خلال الأيام والأسابيع الماضية. مع بزوغ فجر كل جمعة خبر جديد في مسيرات يتطلع فيها المتظاهرون لحصد المزيد، مسيرات تعاقب عليها المتظاهرون بمواكبة مستجداتها منذ الوهلة الأولى عبر هذا الشارع الرئيسي في عاصمة الحمديين بجاية. الجمعة 35 جاءت حاملة لرسائل الحراك الشعبي المطالب بالرحيل الفوري لجميع رموز النظام. في كل ركن وزاوية أسماء مغضوب عليهم شعبيا دون أسماءهم، ونداءات إطلاق سراح سجناء الرأي أصبحت تدوي في معظم الشوارع الرئيسية، وشعارات المتظاهرين باختلافها لقنت دعاة التفرقة درسا في الوطنية إلحاحا على ثبات مؤشري السلمية والمدنية، قارعين بها جرس النظام إذانا له بالرحيل. تتوالى الأيام والأمور تتجه في خط موازٍ نحو التعقد أكثر فأكثر في أعلى دائرة القرار، وبوادر انفراج الأزمة السياسية على ما يبدو لم تتضح بعد. فمع تمسك السلطة بخيار إجراء انتخابات رئاسية، استفتاء الشارع هنا طلقها بثلاث. الكل هنا حزم وعزم على عزل ما تبقى من رموز النظام وتطهير كل من عبث في الأرض فسادا، عملا على استعادة أرض الشهداء الجزائر إلى أبنائها. كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي عن وسيلة أو إجراء جديد سيتم اعتماده يوم الاقتراع لمنع التزوير، ومشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يستعمل من قبل مطلقا، وهو وسيلة ناجعة حسبه للحد من التلاعب بأصوات الناخبين وضمان صبها ووصولها إلى مكانها الصحيح من دون أي تحريف. وقال شرفي خلال لقاء مع المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية للانتخابات إنه يهدف إلى استعمال وسيلة لم تستغل من قبل، وهي بمثابة سد
منيع ضد التزوير رافضا الكشف عن طبيعة هذه الوسيلة، حيث أكد بأنه سيتحفظ بها لنفسه إلى غاية الكشف عنها قبل الاقتراء. وأكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات وجود صعوبات في مهمة سير الانتخابات، موضحا أن هذه الصعوبات طبيعية لكن يجب التعامل معها بحكمة، معتبرا بأن هدف السلطة هو الوصول إلى يوم الاقتراع في ظروف حسنة. وفي أحوال الطقس، حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها جديد اليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الجنوبية. وأوضح التنبيه أن الولايتين المعنيتين هما إليزي وتمرست. الأمطار المرتقبة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية منتصف الليل حسب ذات المصالح، ومن المتوقع أن تتعدى كمية الأمطار المرتقبة 15 ملمترا محليا. في صيف، سجلت المصالح البيطرية بالولاية أول بؤرة لدجاج مصاب بمرض السالمونيلا المعدي والقاتل بمنطقة بئر حدادة بدائرة عين أزال جنوب الولاية. وأفاد مراسل القناة قناة الجزائر أن ذات المصالح حجزت كميات معتبرة من الدجاج المصاب بهذا المرض بمنطقة بئر حدادة عند أحد الموزعين للحوم البيضاء لا يحوز صاحبها على شهادة بيطرية. المصدر ذاته أضاف أن الحادثة دفعت بالمصالح البيطرية بالعاصمة عاصمة الهضاب العليا لإعلان حالة الاستنفار القصوى والطوارئ خشية انتشار المرض المعدي عبر مذابح ومخازن اللحوم بولاية سطيف. ويشكل مرض السالمونيلا السبب الرئيسي في انتشار أوبئة إنفلونزا الطيور، ويخلي نحو 100,000 حالة وفاة عبر العالم. أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن تتويج الجزائر بمسابقة الذكاء الاصطناعي وذكاء الآلة التي أقيمت في تونس. وفي تغريدة على الحساب الرسمي لشركة جوجل العملاقة عبر موقع تويتر وباللغة العربية، جاء بعد تتويجها بكرة القدم تتوج الجزائر مرة أخرى ولكن في التكنولوجيا بالمركز الأول والثالث للفرق بمسابقة الذكاء الاصطناعي وذكاء الآلة التي أقيمت في تونس بدعم من جوجل. وأضافت الشركة العالمية تكون الجزائر هي الأكثر حصادا للجوائز هذا العام. في الرياضة، سيكون المنتخب الوطني للاعبين المحليين على موعد مصيري اليوم السبت عند ملاقاته مضيفه المغربي في إياب الدور التصفوي المؤهل إلى بطولة أمم إفريقيا 2020، مباراة يبحث خلالها رفقاء شعيب كداد عن تجاوز عقبة أسود الأطلس والظفر في مكانه في المحفل القاري. بعد أن انتهت مواجهة الذهاب على نتيجة التعادل الأبيض، يسعى المنتخب الوطني للاعبين المحليين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره ومضيفه المغربي تسمح له بالعبور إلى نهائيات أمم أفريقيا بإثيوبيا. الطاقم الفني بقيادة المدرب باتيلي عمل على تجهيز رجاله خلال معسكر مغلق دام 4 أيام بمركز سيدي موسى، جرت خلاله تدريبات رفقاء حسين سالمي في أجواء حماسية ومميزة تبعث على التفاؤل بقدرة التشكيلة الوطنية على انتزاع بطاقة المحفل القاري. Et on sait très bien que si on veut aller à la chaîne, il faut aller chercher notre qualification au Maroc. Ça ne va pas être une partie de plaisir, parce que cet adversaire va vendre très chèrement sa peau, on le sait. Il va d'abord falloir rester organisé comme on l'a fait, il va falloir être très présent dans le combat, mais après il va falloir amener effectivement un petit plus au niveau de la qualité offensive. وفي جهة المقابلة، يعكف مدرب المنتخب المغربي الحسين عموتة على إعداد كتيبته من جميع النواحي، لا سيما من الجانبين الدفاعي والنفسي، من أجل تفادي الوقوع في فخ التسرع ومحاولة الإطاحة بالمنتخب الجزائري. أسود الأطلس تلقوا ضربة موجعة بافتقادهم لأحد الركائز عميد الفريق التطواني محمد المعكازي بسبب تعرضه للإصابة، وهو ما يزيد الضغط على المجموعة المطالبة بالتسجيل في اللقاء وتفادي تلقي الأهداف.
اجمالا النتيجه ديال 0-0 لا تعني شيء، لانه المقابله ديال العوده غتكون مفتوحه لكل شيء. صعبه لينا، صعبه على المنتخب الجزائري، لانه المنتخب اللي يقدر يسجل يمكن يوضع يعني الخصم ديالو تحت واحد الضغط اللي هو كبير. وإن كان المنتخب المغربي مدعوماً بأنصاره في المواجهة التي يحتضنها ملعب بركان، إلا أن نتيجة مباراة الذهاب تخدم كثيراً المنتخب الجزائري الذي يكفيه الوصول إلى الشباك ولو في مناسبة واحدة لتعقيد مهمة محليي المغرب ومواصلة الرحلة نحو البطولة الأفريقية. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى طي أوراق هذا الموعد، ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.